بعد إيجاد الـ Compatible Pair في الخطوة الأولى، ننتقل للخطوة الثانية وهي الـ Maximal Compatibilities. الـ Maximal Compatibilities يتم تعريفها على أنها الشكل الهندسي الناتج بعد رسم الـ Compatible Pair على الـ Merger Diagram. والـ Merger Diagram يوضح بهذا الشكل اللي هو شكل A. نلاحظ يتكون من دائرة، هذه الدائرة تحتوي على مجموعة من البوينت، كل بوينت هي state، فهنا هاي البوينت هي state A، لذلك نرسم دائرة ونحدد عليها state A و B و C و D و E و F بشكل point. يتم رسم البوينت على محيط الدائرة. نرجع للخطوة الأولى وهي compatible pair اللي وجدناها المتمثلة بهذا الشكل. نرسم الأزواج اللي حصلنا عليها، فنلاحظ الـ A فارزة B يرسم بشكل خط مستقيم يتم توصيله بين state A و B هذا الشكل، فرسمنا الخط الأول. A فارزة C أيضا نرسم خط يوصل بين الـ A والـ C. A فارزة D نرسم خط يوصل بين state A و D يكون بهذا الشكل، هذا الخط. B فارزة E نفس الحالة، الـ B والـ E نرسم خط يوصل بيناتهم. B فارزة F نرسم خط يوصل بين الـ B والـ F. C فارزة D نرسم خط يوصل بين state C و state D. E فارزة F نرسم خط يوصل بين state E و state F ليكون هذا الخط، بعد رسم الخطوط اللي أخذناها من الـ Compatible Pairs في الخطوة الأولى. نلاحظ الشكل الهندسي الناتج بعد رسم الخطوط. الشكل الهندسي قد يكون خط مستقيم أو أي شكل هندسي سواء كان مثلث مستطيل. فمثلا نلاحظ بهذا الشكل اللي هو يمثل الـ Maximal Compatibility المثال السابق، وجود مثلثين، المثلث الأول اللي يكون بهذا الشكل، هذا مثلث، ونلاحظ أيضا هذا مثلث، لكن state A و B أيضا هنا نلاحظ مثلث، لكن لا يعتبر شكل هندسي لأنه هاي البوينت ما عندي state. الستيت دائما أرسمها على محيط الدائرة، وقلنا هذا رسم يسمى merger diagram، يستخدم لتحديد الشكل الهندسي الناتج بعد تسقيط الـ Compatible Pair بشكل خطوط على الدائرة. حصلنا على ثلاث أشكال هندسية وهي المثلث الأول، المثلث الثاني، والخط المستقيم. فالـ Maximum Compatibilities للخطوة السابقة هي الـ A فارزة B اللي هو هذا الشكل الهندسي الأول، الخط المستقيم يكتب بشكل A فارزة B، نكتب هنا A فارزة B. ننتقل للشكل الهندسي الثاني وهو A C D، A C D فكتبناها A C D اللي هو المثلث الأول. المثلث الثاني يمثل ال B E F، فنكتب B E F. فالماكسيمال كومباتيبلتي هي الأشكال الهندسية اللي أحصل عليها بعد ما أسقط البيرز اللي هي الكومباتيبل بيرز بالخطوة الأولى، فحصلت على مثلثين وخط مستقيم فأكتبهم بهذا الشكل. يمثل هذا الميرجر دايجرام الخطوة الثانية للحل، وبالتالي وجدنا الماكسيمال كومباتيبلتيز. فيجر بي هذا يمثل ماكسيمال كومباتيبلتيز الغير مثال، يعني هذا مو ضمن الحل، الحل عندنا فقط هاي الدائرة. إذا نلاحظ بالفيجر بي ميرجر دايجرام الغير مثال، نلاحظ أيضا بأشكال هندسية وهو هذا الشكل اللي يمثل شكل مستطيل بين الـ A B E F، نلاحظ شكل مستطيل فأخذه بشكل Maximal Compatibility. أيضا شكل آخر وهو الـ B C H، الـ B والـ C والـ H مثل لي شكل مثلث لذلك يؤخذ كMaximal Compatibility. والC فارزة D، C فارزة D خط مستقيم، هذا شكل ضمن الماكسيمال كومباتيبلتي. والG هي البوينت اللي بقت بالرسم،
لهاي الستيت اللي كانت unused. هذا الشكل هو لمثال خارجي، لكن الحل لتكملة المثال وهو الخطوة الثانية هو هذا الشكل اللي هو figure A. نستنتج بأنه المرجر دايجرام يتم الاستفادة منه للحصول على الماكسيمال كومباتيبلتي من خلال رسم أو تسقيط كل البيرز أو الكومباتيبل بيرز اللي حصلنا عليها بالخطوة السابقة ورسمها على هذا المرجر دايجرام للحصول على الأشكال الهندسية التي تمثل الماكسيمال كومباتيبلتي. بعد إيجاد الماكسيمال كومباتيبلتي يتم إيجاد الخطوة الثالثة وهي الكلوزد كوفرينج كونديشن. الكلوزد كوفرينج كونديشن ناخذ بها المرجر دايجرام اللي هو يمثل الخطوة الثانية للحل للمثال السابق واللي تتكون من ماكسيمال كومباتيبلتيز ال A وال B مع A C D المثلث الأول مع ال B E F المثلث الثاني. لاحظ تكرار بالستيت في الكلوز كوفرين كونديشن يتم تعريفه على ان مجموعة من الكومباتيبلتيز لازم تغطي كل الحالات الموجودة عندنا بالمثال، ويجب ان تكون كلوز كوفرينج يعني مغطية كل الحالات اللي موجودة بدون ترك اي حالة. فاذا نلاحظ هذا المثلث وهذا المثلث دي يغطي كل الحالات، فممكن الاستغناء عن هذا الخط المستقيم، فمن نستغني عنه وجدنا الكلوزد كوفرينج كونديشن. هذا الخط المستقيم اللي هو الاي فارزة بي يتم تسميته على انه implied state او الستيت المضمنة. فحتى احقق شرط الكلوزد كوفرينج يجب ان يكون no implied state، ما عندي implied state ضمن الcompatibilities. يعني عندنا الimplied state هي الstate اللي تكون داخل المرجر دايجرام ومذكورة بأكثر من شكل هندسي وهي state A و B. لذلك أحذف هذا الخط ويعتبر الclosed covering condition هو فقط أخذ المثلث الأول مع المثلث الثاني مع ترك الخط المستقيم اللي يمثل implied state.